مساء الخير. منطقة من الضغط الجوي المرتفع عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بتأدي لارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتتخطى معدلاتها الموسمية لنهار السبت. من المتوقع أنه يتأثر لبنان اعتباراً من مساء يوم الأحد بمنخفض جوي بيؤدي لانخفاض بدرجات الحرارة وبيتحول الطقس لمتقلب وماطر. جونا لبكرة غائم جزئياً ودرجات الحرارة بتتسجل على الشكل التالي. نبدأ من الشمال وعكار عم بتسجل 20 درجة، طرابلس 22، العاصمة بيروت 24، وسور أيضاً 24 درجة، بعلبك 18، اللقلوق 15 درجة، زحلة 20 وجزين 21 درجة. نسبة الرطوبة ساحلاً بتتراوح بين 45 و60%. الرياح السطحية غربية سرعتها بين 25 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. لنهار السبت جونا غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وبالداخل. بتنخفض نسبة الرطوبة وبتنشط الرياح أحيانا، أما درجات الحرارة ساحلا عم بتسجل 24 درجة. لنهار الأحد جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة يلي بتعود لمعدلاتها الموسمية. بترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر وبيتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار متفرقة خاصة بالليل، أما درجات الحرارة فعم بتسجل 22 درجة. لنهار التنين جونا غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، احتمال تساقط أمطار متفرقة، أما الثلوج فبتتساقط على ارتفاع 1900 متر فجراً، درجات الحرارة بتسجل ساحلاً 19 درجة. لنهار الثلاثة جونا قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة ودرجات الحرارة أيضا بتكون مستقرة على 19 درجة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية، بتمنى لكم بداية ويك أند ممتعة، تصبحوا على خير.